حق. هذه الحقيقة التي ليس بعدها إلا الضلال. إذا كنت على الضلال فلا إله إلا الله. تقول مش حلق قدك تصبر ساعة ولا ساعتين، نهار ولا يومين، شهر ولا شهر، هكذا تقول. هذه بعظمة لسانك تقولها، بعظمة لسانك. الله جل وعلا يخاطبك، دبر الآية. يعني راني غادي نصبر لحظات وتمضي، لحظات وتدوز وتفوت وتنتهي القصة، وأخرج بسلام من هذه القوقعة، ولن أخرج منه وسأبقى فيه، ولربما أقتله كما قتلنا أمه. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سبحان الله، أسرة تشتتت بل وتفتتت بل وتمزقت بل وتمزقت، فلا إله إلا الله. أم بظلمكم ماتت، أم بقهركم ماتت، فلا إله إلا الله. وأنت تقول مش حق بدك تقرأ عليا ساعة ساعتين، تكفينا دقيقة، نضع الإصبع في قوقعة قلبك، ندير له بحال هكا، لما نذكرك بظلمك، لما نذكرك بقهرك، لما نذكرك ببطشك، فلا إله إلا الله. اسمع، تدبر، الله يخاطبك هنا. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا، قل أتخذتم عند الله عهدا. اسمع، هنا يظهر لنا صدق ربنا. فلن يخلف الله عهدا، فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أم ماتت بمرض خبيث دام فيها سنوات وسنين، عذبها وماتت معذبة وعاشت معذبة. الله ينساها؟ الله ينسى ظلمكم لها؟ الله ينسى من صنع السحر وأطعمه إياها؟ الله ينسى من وكلوا بسحر وسكنوا أجسام أبنائها وأرادوا أن يفعلوا ما فعلوه بها؟ الله جل وعلا لا ينسى، أقسم بالله الله لا ينسى. توبوا إلى ربكم. لن نكل ولن نمل ولن نيأس إلا إذا أراد الله وقدر الله، هذا في علمه وكتبه في لوحه المحفوظ، حتى يكون الشفاء التام، طال الزمن أو قصر، أو يكون الإسلام والصدق والخروج طاعة لله والتوبة. وإما نسأل الله أن يعيننا ويعجل بموتك، الموت الموت، كما قتلتم تقتلون، الموت كما قتلتم تقتلون، كما أمرتم وعذبتم وضيقتم تعذبون تقتلون. الموت للظالمين، الموت للكلاب الأذلة الملاعين، الموت لعبدة الشياطين، الموت لمن اتخذ السحرة أربابا من دون الله، الموت لمن ضلوا السبيل ويريدون أن يضلوا الناس والعباد عن السبيل، الموت للكفار، الموت لليهود، الموت لأصحاب القلوب السود من الجن والشياطين، يعثون في الأرض فسادا. شيطانكم رجلس على العرش، وكلاب الشيطان يسعون في الأرض فسادا. أبوكم على العرش يتربع، ويعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها، اقترب للناس حسابهم إنسا وجنا يوم القيامة، يوم الخزي والندامة، يوم ستقف الأم التي ماتت، الأم التي ماتت بماذا ماتت؟ بورم. بماذا ماتت؟ بقصور كلوي. بماذا ماتت؟ بالدياليز، كل نهار دياليز. بماذا ماتت هذه؟ بسحركم، بخدام سكنوا جسمها. لا إله إلا الله. الله ينسى، ورب الكعبة لن ينسى.
ورب الأرض والسماء لن ينسى، والذي أمدك بالسمع والبصر وأعطاك القلب والأحاسيس والمشاعر التي أنت الآن تحس ظلمك له، والله لن ينسى. إذا نسيت أنك خادم سحر الله لا ينسى، إذا نسيت أنك كلب لساحر الله لا ينسى، إذا نسيت أنك عبد للشيطان الله لا ينسى. أنت عبد شيطان، ما دون الإسلام شيطان. أنا ديال راسي، أنت لله، أنا تابع التوحيد. ونزلت من السماء وستعود إلى الله، نزلت غادي تطلع، انتهت القصة، واضحة لا نقاش فيها ولا جدال فيها. سبحان الذي قدر الكون، سبحان مسبب الأسباب، مقدر الأقدار، سبحانه جل في علاه، سبحانه جل في علاه. فرص تعطى بالليل والنهار لعل القلوب تخشع والأعين تدمع والعقول تتفكر وتتدبر وإلى ربها تخشع وتخضع. لا إله إلا الله، سبحانه جل في علاه لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الذل، لا يرضى لعباده ما أنت عليه الآن. خلقك فسواك أحسن خلقتك، جملك وكملك، جعلك المطعم والمشرب والملبس، أمدك بعقل وقلب وسمع وبصر بأيدي وأرجل، سبحانه جل في علاه. هذا الرب لا يعصى، هذا الرب لا تشكيك ولا شك فيه، لا إله إلا الله. 14 قرن يخاطبك، اسمع ماذا قال، ذكرك بها لكي لا تنسى، لكي لا تنسى الله لا ينسى، لكي لا تنسى الله لا ينسى، لكي لا تغفل الله لا يغفل، لكي لا تنام الله لا ينام. اسمع وتدبر وطرطق وديناتك، نذكرك وصافي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الله يجيبك على ديك الكلمة اللي قلت، مش حال قدك ترقي ساعة ساعتين دقيقة ساعة جسوايع ستكل وتمل. الله يخاطبك ويقول اسمع، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. تدبر كلام الله جل وعلا، ما أجمله ما أحلاه، ليسمعه بأذنه وعقله وقلبه. أقسم بالله إن فيه لطلاوة وحلاوة وغداء، تشبع تشبع لما تسمعه، ولكن أنت غادي تشبع نار بسماعك القرآن، سيدخل من الأذن ويدور في العقل، يتسبب لك بالضجيج والاصطدام. الحق مع الباطل، أبوك شنو تربح، يدخل من الأذن ويسري في الدم. أسأل الله كل حرف من القرآن يتلى على مسامعك يجري في عقلك وقلبك وفؤادك وجوارحك نارا لا بردا ولا سلاما. أسأل الذي أنزل هذا القرآن أن يجعله عليك نارا، أسأل الذي أنزل من فوق سبع سماوات من الله إلى جبريل إلى محمد، أسأل الله أن ينزل عليك نارا 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 لا بردا ولا سلاما. هنا الله كيوريك يوضح لك، يبين لك أنك ضعيف، أنك كلب، أنك ذليل، أنك ملعون، أنك خبيث، أنك متسخ الفكر وكل شيء فيك متسخ، ولكن الله بغي ينقيك، الله بغي يخرجك من الزبالة والقذورات، الله بغي يخرجك من ما نعرف من خنز نتاع السحرة، من عبادة السحرة، من الظلمات إلى النور. من الظلمات قهرتنا بها، لم نرى فيك نورا، ما زال ما شفت فيك النور، أرى الخبث يشع منك، وكلما كثر عليك الضغط والألم وزاد عليك العذاب والمرارة والألم ونزل عليك السخط والألم وحسست بحر القرآن تميل إلى النور. ضرب عليه ترقيبة وتولي، ضرب عليه طليلة وتولي، النور تشعل دي بحلقة بطونة، شوف لاحظ هاي ضواته، فهمتني؟
هذا هو الأصل. ولكن الطريقة التي تعيش بها في هذا الكون لن تجدي نفعا. حياتك كلها ضلال، حياتك كلها ضلال، كلها كفر وضلال، كلها ظلم وضلال، كلها قهر وعدوان وضلال. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اسمعوا ودبر، دبر معي، بغيت القلب ديالك يخشع والله. مشكلة أنك لك قلب، سبحان الله العظيم، لربما يكون القلب أبيض وتندم في ندم والله العظيم، ولكن تديم الدل المطلق حل تفوت علي بنت ولك حل. ولهذا أنا أخاطب مخلوقا كرمه الله بالعقل، أنا أخاطب عبدا خلقه الله ليعبده ليطيعه لا ليعصاه، أنا أخاطب مخلوقا من مخلوقات لكرم بالعقل والفكر يتدبر ويتأمل في ملكوت الله وفي خلق الله لا يعصاه. سبحانك ربي سبحانك. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. لا إله إلا الله، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلا النار، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلا النار، في بطونهم نار، 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 ما يأكلون في بطونهم إلا النار، نار، لا إله إلا الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم لهم عذاب أليم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار في الدنيا ستمسك قبل الآخرة، لأن الله قال لهم عذاب في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أشق. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله المتين، حبل الله المتين،
حبل الله المتين، صراط الله المستقيم، طريق فيه نور واضح تام مستقيم، يؤدي إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرضين. صراط مستقيم دائما نار وإما سعادة وخد في النعيم. صراط مستقيم يا إما رب يرضى وفي الجنة المثوى والمستقر، ويا إما رب يغضب وفي النار المثوى والمستقر، إما الطاعة وإما المعصية، إما التوحيد وإما الشرك والكفر، واضحة عضوح الشمس. مدن الحق باطل، والحق إسلام، ومدن الإسلام باطل. الكون كله فيه طريقين، الإسلام والكفر، جوش فقط شئنا أم أبينا. هناك ملة محمد، ولا غبار على هذا الدين، ولا شك فيه، ولا ريب فيه، ولا خلل فيه، ولا تحريف فيه، ولا تغيير فيه، ولا تبديل فيه. ما دونه كفر وباطل وضلال. ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، إما تنجيك وإما تخزيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي يريد لك الخير ولا ضاله الكفر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي قدر في علمه أنكم ستسكنون جسم أمه وستموت بعذاب وأنا وقتلتموها ظلما وغصبا وقهرا، لا إله إلا الله، فيا من قتلت أمه ظلما وقهرا وغصبا، ألا تعلمون أن قتل النفس عظيم؟ أكن السنة كنا. يا من قتلت أمه ظلما وقهرا وغصبا، لو كانت الميتة بسرعة دقيقة أو دقيقة لكانت أخف وأهون سنين، وهي تموت في كل ليلة، سنين وهي تموت في كل ساعة، سنين وهي تموت في كل شهر، سنين وهي تعد الدقائق والساعات، حتى أنهم يقصون عنها ويرون عنها أنها تجرعت مرارة الألم والعذاب. فلا إله إلا الله، لو كنت جنيا مكانك لا رفعت رأسي إلى السماء ودعوت ربي أن يقبل روحي. رأي هددني لا إله إلا الله، رأي هددني، رأي قل لي هذه الموت وأنا وياك.